آخر نظم الديوان العام للمحاسبة بالشراكة مع معهد الإدارة العامة منتدى المراجعة الداخلية السنوي الثالث تحت عنوان جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. الشراكة ما بين معهد الإدارة العامة والديوان العام للمحاسبة قديمة وطويلة، وفيها أعمال مشتركة عديدة، ولكن خصوصا الجانب التأهيلي والتوعوي يعتبر ركيزة رئيسية للديوان وللمعهد. حنا من خلال هذا المنتدى وهو في دورته الثالثة نقوم بعمل توعي ونقوم برسالة هامة، وهي أول حاجة التأكيد على دور المراجعة والمراجعة الداخلية في، خلني أقول، في عصر الرؤية المتسارع واللي تتشعب فيه الأعمال، وبالتالي يبرز دور المراجعة. القيادة الرشيدة الله يحفظها أولت كل الدعم لنا كأجهزة، ونحن لا يوجد لدينا عذر إلا لنقدم كل ما نستطيع للتأكد من تحقيق الرؤية لأهدافها، للتأكد من تحقيق الشفافية والحوكمة من خلال أعمال المراجعة الداخلية، للتأكد من إيجاد الناس المعنيين والمختصين في هذا المجال. الديوان العام للمحاسبة يهدف من هذا المنتدى إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بينه وبين الجهات المشمولة برقابته. أيضا نتطلع من هذا المنتدى يعني إلى تحسين دور إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية. طبعا كلنا يعلم أن الحفاظ على المال يبدأ من إدارات المراجعة الداخلية. إذا لم نفعل هذه الإدارات ونهتم فيها ونحسن أدائها سوف نواجه مشاكل كثيرة في الحفاظ على المال العام.